كنت فين؟ شغلتني عليك. بس عليك شغلتني. مالك يا سارة؟ إلا مالي، أنا قاعدة من الصبح منتظراك. معقولة؟ أصل أنت ما تعرفش إيه اللي حصل النهاردة. أنت دلوقتي هتقولي لي على كل اللي حصل. البوليس كان بيدور عليك في كل حتة النهاردة. ده أمر طبيعي، ما فيهوش يعني شيء غريب. ومسكوا إبراهيم. إمتى؟ النهاردة الصبح. ليه؟ عشانك طبعا، وأفرجوا عنه لما مضوا إقرار إنه يبلغ عنك إذا شافك كده. وراحوا لك استنبيلوس، وإبراهيم قال لعزرة إن الخواجة توني صاحب القهوة كان مضطرب جدا. أكيد. والخواجة صاروف زعلان منك. زعلان مني ليه؟ علشان أنت خرجت وسبت البيت. هبقى صالحه. بيقولك ما تخرجش إلا لما يجيلك. يجي فين؟ هنا. هيجي امتى؟ زمانه في الطريق. مالك يا سارة؟ سارة احنا في ظروف. انا ما تهمنيش الظروف، ما عادش تهمني اي حاجة الا انت. معقولة؟ قول علي يا مجنونة، قول اي حاجة. انا فعلا بحبك وخايف عليك. ده اكيد الخواجة صروف. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا عفيف، ايه الاخبار؟ الخواجه صروف دخل البيت من دقيقه ونص. ايه؟ مين؟ الخواجه صروف بتاع الوكاله اللي في الموسكي. لوحده ولا كمان حد؟ عبد السلام كان ماسك نصه الشارع، وبيقول ان صروف كان مستني من حوالي نص ساعه في عربيه ملاكي مش بتاعته، وكان معاه سوسو، وان ليفي عدى عليهم ولا خدش باله منهم خالص. بعد شويه صروف ساب العربيه ونزل لوحده وساب فيها سوسو. عبد السلام مشي وراه لحد ما دخل العماره. حد تاني طلع لسارة؟ العمارة دخلها وخرج منها ناس كتير يا فندم. تفتح عينك كويس. قول عبد السلام يرجع مكانه، ما يسيبوش مهما كان الأمر. انت قاعد ولا تيجي أعزمك على العشاء في حتة كويسة؟ مالك يا محسن؟ الجماعة اليهود نصبوا كمين لرأفت حسن. يعني ايه الكلام ده يا كوب؟ يعني انا ما اقدرش اقعد هنا وانتوا بتصرفوا عليا يا خواجه صروف. احنا مين؟ انت بالذات يا خواجه. ما يبقاش دماغك ناشفه زي ابوك وتودي نفسك في داهيه. البوليس بيدور عليك من ساعه الحمله المهببه اللي انت عملتها امبارح. ومن امتى يعني البوليس ما بيدورش عليا؟ تقوم عايز ترمي نفسك في النار. انا عارف انا بعمل ايه. انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ هقدم طلب هجره. عايز تحرم برجليك؟ انا ليا اساليبي. انت مجنون. اصل انا ما عادش قدام مني سكه تانية يا خواجه. خلاص البلد دي شغل فيها بقى مستحيل، ومع الحصار اللي عاملينه المصريين عليا حاسس يعني ان بقيت عبء عليكم ومش هقدر اعمل حاجه. انت مش لازم تستنى في البلد دي ولا دقيقه. ليه يا خواجه؟ حتى لو قدمت طلب هجره من غير ما ياخدوا بالهم منك مش هيوافقوا عليه. ايوه بس ده ما يمنعش برضو اني اجرب حظي. انت لازم تسمع كلامي. هو انت قلت ايه بس يا خواجه؟ انت لازم تسيب مصر الليله. ايه؟ في عربيه نمرتها 55 66 هتستناك عند الفجاله في شارع الملكه الساعه 3 بالليل. عربيه ايه دي؟ عربيه هتاخدك على اسكندريه. اسكندريه الليله؟ ايوه، ولازم تبقى هناك حوالي الساعة 7 الصبح قبل الناس ما تصحى. هناك فين؟ بكرة تعرف. لا انت عايز ايه بالظبط؟ لا انا لازم اعرف انا رايح فين وعند مين وليه قبل ما اخطي خطوة واحدة من هنا. عاجبكم تشتغلوا بشروطي اهلا وسهلا، مش عاجبكم سيبوني وانا اعرف ادبر حالي. ليفي وبصراحة كمان انا زهقت. انا لما كنت بشتغل لوحدي كنت مستريح، كنت عارف راسي من رجلي، كنت مدوخ المصريين والانجليز وقبل منهم الالمان، ما عرفوش ياخدوا مني حق ولا باطل. معلش يا حاج صروف انا اسف،
وفي نفس الوقت متشكر قوي. على اذنك. خايف عليك يا حبيبي. يعني انا اللي مش خايف على نفسي يا خواجه؟ انت متهاوي. هي يعني دي اول مشكله ادخلها يا خواجه صروف؟ طب انت عايز تعرف ايه؟ عاوز اعرف كل حاجه من البدايه. تعالي يا حبيبي. تعالي اقعد هنا. العربية هتاخدك على بيت الخواجة سامحون. شارل سامحون بتاع اسكندرية؟ انت تعرفه؟ لا ما اعرفوش، لكن سمعت عنه. صر هتسافر معاك عشان تقدمك بنفسها للخواجة شارل. هو عايش لوحده مع بناته بس من يوم المرحومة مراته ما مات. تعتقد يعني خواجة صروف ان بيت الخواجة شارل سامحون ده هيبقى امان بالنسبة لي؟ انا متفق معاه على كل حاجة. مفيش حد هيعرف انك هناك ولا حتى الخدمين. ازاي ده بقى؟ في اوضة فوق عندهم كانت المرسم بتاع اليس ام البنات، مفيش حد بيدخلها ولا حتى الخدمين. الاوضة دي بقى انا اللي هعيش فيها. بالظبط كده. يعني هخرج من سجن لسجن. كلها كم يوم يا حبيبي لحد ما نلاقي طريقة نخرجك بيها من البلد. اسمع الكلام يا حبيبي، العساكر اللي ماسكين البلد اليومين دول مالهمش أمان. هيري قلت ايه؟ أبوك كان كده يا سار. بنيامين طول عمره كانت دماغه ناشفة. ايوه ايوه يا عفيفي. خرج لوحده؟ طب فرط عينك كويس. صروف خرج؟ في حاجة خطيرة خلته يروح حسن. اكيد في كمين منصوب لرأفت. اكيد. مالك يا سارة؟ ما تسافرش ليه فيه؟ ليه؟ من غير ليه؟ ما تسافرش؟ حتى انت يا سارة؟ انت ايه؟ ما تعبتش؟ عايز تقولي ايه؟ مش عارفة ايه اخرتها؟ بس انا متهيألي انك عارفة ايه اخرتها. هتقولي اسرائيل؟ عندك حل تاني؟ مش عارفك ان في اسرائيل هيبقى احسن من هنا. لاحظ انك لازم تبقى بطل صهيوني. الالمان عذبوا ابوه وامه في المغرب، وان حلم حياتك انك تهاجر اسرائيل زيك زي اي يهودي متحمس او متعصب كمان. ثم ان اللي ماتوا ماتوا، واللي راحوا اسرائيل راحوا اترسقوا خلاص. غريبه. غريبه هو اللي احنا فيه ده. مارسيل نيني مرميه في السجن بقالها كذا شهر وقدامها كذا سنه. عملت ايه؟ طب قول لي احنا عملنا لها ايه؟ ساره ساره انت اللي بتقولي الكلام ده؟ عشان بحبك. احبك يا ليفي. مش عارفه جرالي ايه لكن بحبك. طب تعالى نتجوز ونعيش هنا. ما احنا عايشين هنا كويسين، وبعدين احنا مولودين هنا. بلاش، تعالى نتجوز ولما نحوش قرشين نطلع بيهم على فرنسا. ليفي قلت ايه؟ قلت ايه يا حبيبي؟ قلت ان انت اتجننتي. عشان بحبك وخايفه عليك. انا مش عارف ازاي انت بتشتغلي معانا حبيبي. انا مش عارف ازاي ابقى بطمن لك واسافر معاك. رايح فين يا ليفي؟ مالكيش دعوه. ليفي استنى استنى. انت اللي زيك ما ينسنيش. انا هكون في الميعاد في شارع الملك. خرج؟